السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. في الفيديو ده بإذن الله لجميع الناس اللي بتحب الحمام هعرفكم ان شاء الله النهاردة ازاي تعرف حضرتك فرد الحمام اللي حجمه او سنه كبير في السن اللي معدي ال4 سنين وال5 سنين والفرق بينه وبين شكل فرد الحمام الشباب اللي عمر سنة. وفي النقطة دي يا جماعة احنا بنتكلم مش موضوع عد ريش، يعني عد الريش مرحلة ابتدائية في الاول، اما بعد كده الحمام سنه بيكبر وبيعد ريش مرة واثنين وثلاثة. طيب انا كواحد مبتدئ اعرف ازاي ان فرد الحمام اللي انا بشتريه ده سنه كبير او شباب؟ في الحلقة دي هقول لكم ان شاء الله الكلام ده كله وهنجاوب على الاسئله دي كلها. بس ما تنسوش في الاول اللي لسه اول مره يشوف الفيديو ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل، وما تنسوناش باللايك بتاعكم. عاوز الفيديو ده يوصل 50 لايك، بلاش 100، انا طلبت قبل كده في فيديو تاني 100 ما جاش، خليهم 50 لايك بس. نبدا الحلقه. اول حاجه هاجي وهوريكم فرد الحمام اللي سنه كبير، وهنشرح وهوريكم بصوره عمليه شويه الفرق بين الاثنين. ده فرد حمام زي ما انتم شايفين كده، اهو بصوا يا جماعة شوفوا الجفن، شوفوا جفن فرد الحمام عامل ازاي، شايفين وشه، شايفين الجفن، ركزوا جدا في الموضوع ده. الجفن اهو المنقار، الوش بتاعه، العظم بتاعه، جفنه باين ان هو عجوز معدي، تمام؟ ده الجفن بتاعه باين ان هو معدي، معدي السن، معدي الوقت اهو، واضح جدا على حضراتكم اهو شايفين. هوريكم طبعا التاني وهتشوفوا انتوا الفرق بنفسكم، بس شوفوا يعني الشكل بتاعه بتاع الجفن. جفن العين ده كل ما يكبر ويبقى فيه لحم كتير حوالين العين والجفن تلاقيه كده غليظ وسمكه غليظ كده وداخل بيقفل على العين، على حلقة العين نفسها، يبقى معنى كده ان فرد الحمام ده عجوز. المنقار والمناخير بتاعت فرد الحمام اهي شايفينها، باينه ان هي فيها لحم، فيها وش تجاعيد. عارفين انتوا الراجل العجوز اللي بيكون عنده تجاعيد، وشه مكرمش وعنده تجاعيد، ده نفس الفكره. هنشوف بقى فرد حمام لسه شباب عمر سنة كده ولا حاجة، وخليكم وركزوا كويس على الشكل ده وهنشوف الشكل التاني. ده عمر قد ايه؟ ده انا اديله سن مثلا 4 سنين 5 سنين في الحدود دي. لو دورنا وشفنا مثلا فرد حمام زي ده، ده فرد حمام شباب شكل واضح جدا اهو شايفين، طبعا وشه باين شاب اهو، باين من غير كلام، باين ده وباين ده. ده لسه بحالته، يعني ده عمر سنة بالكتير كده، فهو ده الفرق. الجفن بتاع العين هنا الجفن ايه؟ خفيف، حوالين منه خفيف. المنقار والعظم زي ما انتم شايفين كده خفيف اهو، الصوره بتوضح وبتتكلم عن نفسها. لو رجعتوا للشكل التاني هتلاقوا الفرق باين جدا بين الاتنين.
الاتنين شغالين كويس، بس انت كمبتدئ عايزك تروح تشتري حمام لازم تشتري الحمام الشباب. ده الفرق الوحيد اللي بيبين الشكل ماشي بين الشباب اللي هو عمره سنة سنة ونص، وبين اللي هو معدي زي ما انتوا شايفين كده الاربع سنين اهو. ده معدي الاربع سنين، باين شكله، باين يعني الشكل بتاعه الظاهري. خليني مثلا ايه احاول اجيب لكم ده في ده مع ده. بصوا يا جماعه الاثنين اهم، ده حجمه كبير سنه كبير، ده شايفين الشكل والوش عامل ازاي والعظم عامل ازاي، عظم الاثنين عاملين ازاي، شايفين الخنشره اللي هنا واللي مش موجوده هنا اهو. ده الشكل بالظبط. تمام، يعني الشكل باين ده وده. انا ليه بوريكم الكلام ده او ليه بعمل كده؟ عشان خاطر الناس الناس اللي هي المبتدئه تفهم لما تروح تشتري حمام، تفهم الفرد الحمام اللي بتشتريه ده سنه قد ايه، عجوز ولا مش عجوز ولا ايه وضعه. هي دي كل القصه. اللي انتوا شايفينه ده هو ده اللي بس الفرق اللي بيبين اذا كان حجم الفرد الحمام ده او سن فرد الحمام ده عجوز ولا لسه شباب. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا مني، وان شاء الله اشوفكم في يوم جديد وفي فيديو جديد.